بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول محاضرة علينا مع برنامج الفوتوشوب هيكون شرح لمقدمة شرح البرنامج. هنشرح النهاردة واجهة البرنامج، كيف إن احنا نتعامل معاها. زي ما احنا شايفين، أول ما بفتح البرنامج تطلع معايا الويندو بالشكل ده. الشكل ده إن فيه الملفات اللي أنا استخدمتها، كنت استخدمها بفترة. هنا كريت نيو، هنا اوبن لو عايز افتح ملف تاني، افتح معايا براوز. اوكي، لو انا عايز اشتغل على صورة من الصور الموجودة عندي في الريسنت بضغط عليها وتفتح معايا عادي. دلوقتي فتحت معايا الصورة زي ما احنا شايفين. بيجي عندي هنا على الشمال التولز بتاعتي اللي انا بستخدمها، هنا الألوان، في شريط هنا عندي الخصائص بروبرتيز لكل تولز موجود عندي. أي تولز أنا بضغط عليها بتحول عندي الخصائص. كل تولز في سهم موجود صغير بيكون على في الفورمة في الجنب بتاعها، لو ضغطت عليه بيكون في تولز تانية. هنا تولز هذه فيش عليها، لو ضغطت عليها فيش حاجة. تمام، هنا لو ضغطت عليها بيطلع لي في تولز كمان تانية. كل تولز احنا زي ما حكينا بتحول الشريط اللي فوق الخصائص الخاصة بالتولز الموجودة عندي. في عندي قوائم اللي فوق، فايل، edit image، layer، type، select، filter، 3D، view، plugin، windows، help. دلوقتي انا اللي شغال عليها دلوقتي هذه البروفايل خاص ب essential default. في انا ممكن اغير الويندو البروفايل بتاع العرض موجود عندي هنا. لو عايز اشتغل اشي تاني 3D مثلا هيتغير، الادوات كلها اتغيرت، الويندو كلها اتغيرت. دي البروفايل الخاصة بال3D. لو حبيت ان انا اشتغل موشن هلاقيها اتغيرت للموشن وظهر عندي التايم لاين تحت هنا. تمام، بس احنا حاليا بنسال ايه essential. نرجع تاني دلوقتي انا زي احنا متعودين مع برامج الادوبي، كل برامج الادوبي عندي الويندوز فيها بقدر ان انا اغير مكانها، بقدر اغير في الخاصية بتاعتها، بقدر احركها زي ما انا عايز واضغط فيها. تمام، وفي الآخر ممكن أروح تاني على ويندوز وأروح على ورك سبيس وبعمل إيش ريست بيها، ترجع تاني الأمور تاني زي الأول أول ما بفتح البرنامج. تمام، الحاجة التانية اللي هنحكي فيها النهاردة موضوع فتح الصور. دلوقتي أنا فتح الصور في عندي أكتر من طريقة. عندي هنا فايل أوبن، أو ممكن كمان أجيب مجلد عندي هنا. الفوتوشوب واسحب الصورة اللي أنا عايزها. دلوقتي أنا لو حطيتها هنا داخل المشروع اللي أنا شغال عليه دلوقتي هيضيف لي إيش كلير جديد في المشروع زي ما احنا شايفين. ضاف عندي اللير جديد، ما افتحش بروجكت جديد عندي. لكن لو انا عايز افتح بروجكت جديد بسحب وهنا لغاية ما يكتب عندي هنا عشان مفتوح. نسحب صورة تانية، بحط هنا بأمن فوق، فتح معايا عادي. يعني حطيته على الشريط اللي فوق
زي فتح معايا كمشروع لوحده، تمام. لو ضغطت هنا هيفتح معايا بروجكت عادي فاضي، مفيش فيه أي حاجة، قوائم عادية. لكن لو ضغطت على هنا على الهوم بيرجع تاني على الويندو اللي بتفتح معايا أول ما بفتح الصفحة أو ما بفتح البرنامج، تمام. يعني لو عايز أرجع أفتح البرنامج بدون ما أفتح ملف من الموجودين عندي، الموجود معايا شيء جديد، بضغط على البي إس، أيقونة البي إس، بيفتح معايا البرنامج عادي زي كده. ده كان عايز افتح مشروع جديد، بروح على فايل، بعمل نيو، بتظهر معايا الصفحة زي كده. هنا البرسيت بتاعي الموجودين، هنا لو انا عامل برسيت وحافظه، هنا للفوتو، هنا برنت، هنا الارت، هنا الويب، هنا الموبايل. فاحنا خلينا على البرنت، حطينا ال A4، هنا اداة البريست اللي احنا شغالين عليها. لو حبيت ان نعدل عليها بقدر اعدل. هنا الوحدات القياس بتاعتي، لو حبيت ان انا اشتغل انش، لو حبيت ان انا اشتغل بيكسل، نفس الصورة الصفحة بالطول او بالعرض، تمام. بيكسل هنا اللون ار جي بي او سي ام واي كي، ال ار جي بي كام بت 8 او 16 او 32. هنا الباك جراوند ايش هتشتغل عليها، تمام. هنا في ادفانس الكالر بروفايل. انا لو عدلت هنا وحبيت ان العدادة دي ان انا اشتغل عليها قدام وانا حابب ان انا احفظها، ممكن اضغط على السهم ده يطلع هنا سيف ريسيت، اغير الاسم مثلا نفرض جي، هاي سيف ريسيت، هيطلع عندي قائمة السيف واقدر كده ان انا اقدر احذفها كله، تمام. هنا اروح على برنت A4، اعمل هنا بالعرض، حط كرييت، ظهر عندي صفحة بيضة زي ما احنا شايفين، في عندي منطقة بيضة وفي منطقة سوداء. المنطقة البيضة دي بيسموها الارت بورد، الارت بورد دي اللوحة اللي انا بشتغل عليها، تمام. المنطقة السوداء هنا اللي ورا هذه الماستر بورد، اوكي. يعني المنطقة اللي انا بشتغل عليها هذه الحدود بتاعت الصفحة بتاعتي اللي هتنطبع، وهذه الحدود الخارجة بتاعتي، هذه أنا مفيش عليها شغلية، يعني هذا مش هتظهر معايا في الصفحة. هذه بيسموها الأرت بورد، هذه باست بورد، أوكي. زي ما احنا شايفين هنا، أول ما انشأنا الأرت بورد بتاعتي جديدة، عمل لي هنا باك جراوند، حط لي هنا لير جديدة، عمل اللي هو باك جراوند لير جديد. هنا المنطقة بتاعت الليرات احنا عارفين زي ما في كل برامج الأدوبي، زي ما تعودنا في كل برامج الأدوبي انه برامج الأدوبي كلها بتعتمد على موضوع الليرات. كل لير بيغطي على اللير اللي فوقيه على اللي تحتيه، تمام. هنا بتظهر عندي هنا الليرات كلها موجودة، هنا الألوان، فأنا بقدر أتحكم هنا في الليرات بتاعتي واعمل لو حبيت ان اعمل واحد جديد، لو حبيت ان انا احذف موجود عندي. دلوقتي هنتعلم شوية بعض الشورت كات الموجود عندي. انا سحبت صورة وحطيتها هنا، الصورة عندي ظهرت، تمام، بس ظهرت ان هي بلاير جديد. لو انا سحبت الصورة وحطيتها لتحت هنا، ان هي اوكي،
الصورة اختفت ليه؟ لأن الصورة صارت تحت اللاير الباك جراوند، لكن أنا سحبت الصورة فوق هتطلع عندي الصورة موجودة تمام. فهذه هي عملية الطبقات. يعني دلوقتي أنا كل طبقة تيجي بتغطي الطبقة اللي قبليها، كل طبقة بتيجي بتغطي الطبقة اللي قبليها. أوكي، دلوقتي أنا صورة الطيارة أنا حاططها فوق الباك جراوند. دلوقتي أول ما بيفتح معايا الملف، هنا اسم الملف، هنا نوع الألوان، وهنا نسبة التكبير بتاعتي اللي أنا شايفها. هذه الصورة دلوقتي بتعرض معروضة ب 33 وتلاتة في المية من الحجم الطبيعي، الحجم الأصلي بتاعها. فدلوقتي أنا لو حبيت إن أنا أعمل زوم، في عندي أكتر من طريقة. الطريقة الأولى في عندي من هنا من فيو أروح أعمل زوم إن، بقيت عندي 50%. 50% بمعنى إن كل بيكسل مضيء على الشاشة قدامه بيكسل مطفي. يعني دلوقتي أنا بعرض بيكسل واحد، يعني كل بيكسلين بعرض منهم بيكسل واحد، كل بيكسلين أنا بعرض منهم بيكسل واحد. فأنا دلوقتي لو مثلا عملت كمان مرة زوم إن، عندي صورة 66. عملت كمان مرة زوم إن، عندي أصبحت 100. فأنا دلوقتي عارض كل البيكسل الموجودة عندي في الصورة. هذه الصورة هذه كده بالحجم الطبيعي المفروض إن هي إيه تنعرض فيه تمام. فهذه أول إيه أول طريقة لعمل الزوم إن والزوم أوت. عندي كمان هنا في زوم أوت أو فيت أون سكرين اللي هي عرضها حجم الشاشة، أو في عندي فيت لير، في عندي 100%، وفي عندي 200%، هذا من القائمة. طيب في عندي طرق تانية، في عندي طرق تانية. هنا في عندي شورت كات للزوم إن وزوم أوت، كنترول مع موجب أو كنترول مع ماينس، دي إيه لعمل الزوم إن وزوم أوت. لو ضغطت على كنترول مع ماينس بتلاقي صورة تظهر، كنترول مع موجب تبدأ صورة إيه تكبر. ممكن أظن أكبر لو ضغط على الماينس أو ضغط على الزرين مع بعض لغاية ما تظهر عندي إيه البكسلات. نرجع في عندي كمان هنا فيت اون سكرين كنترول زيرو، يعني انا لو ضغطت على كنترول زيرو هيعمل ايه فيت للصورة، بيصير على قد الشاشة. او ممكن حطيت كنترول واحد بيعطيني ايه حجم الصورة 100%. ممكن كمان نعمل زوم عن طريق ضغط حرف الالت وبكرة الماوس، ابدأ ايه اكبر، او بالعكس ابدأ اصغر حرف زر الالت مع بكرة الماوس. او ممكن اروح اخد الايقونة بتاعت الزوم الموجودة واضغط على الزر بتاع الماوس. فأنا لو ضغط بالزر بشكل مستمر هلاقي إنه بيبدأ يعمل زوم إن بشكل مستمر. لو ضغطت حرف الألت هنا عندي، أنا لو ضغطت على حرف على الأيقونة بتاعت الزوم عندي الخصائص بتاعت الزوم كلها هنا ظهرت عندي. فدلوقتي في عندي أيقونتين، في أيقونة زائد وفي أيقونة سالب. لو ضغطت حرف الألت بلاقي إن هو حول من الأيقونة الموجب للأيقونة السالب. أضغط هنا حرف الألت، ضغط على زر الماوس بيبدأ يعمل زوم أوت. أوكي، نضغط تاني كنترول مع الزر. دلوقتي أنا كل تولز هنا موجودة عندي في ليها شورت كات. فأنا عندي الزوم شورت كات بتاعه زد، الموف تولز حرف ال V، السيلكت حرف ال M. في عندي كل تولز إلها إيه الخصائص بتاعتها. يبقى أنا هنا دلوقتي عندي أكتر من طريقة عمل الزوم، إما إن أنا أروح على فيو وأختار زوم إن أو زوم أوت
تمام، او ان انا استخدم الاختصارات بتاعتي اللي هي كنترول زائد او كنترول مع ماينس او حرف او زر الالت مع البكرة بتاعت الماوس، او اخر حاجة ان انا استخدم التولز بتاعتي اللي هي الزوم. اوكي، الحاجة الأخيرة اللي حابب إن أنا أوضحها، لأن لو كنت مثلا هنا على أيقونة السيلكت وحبيت أعمل زوم في الصورة، ممكن إن أنا أضغط حرف الزد هتحول عندي الأيقونة لأيقونة الزوم وأبدأ أعمل زوم في الصورة. أوكي، لو شلت دلوقتي إيدي عن حرف الزد برجع تاني ايش على التولز اللي انا كنت شغال عليها قبليها. تمام، فانا دلوقتي ممكن اضغط حرف الزوم على الزد واضغط ايش اعمل تكبير، حبيت اعمل تصغير اضغط كمان مع الت وابدا اعمل تصغير، لو رفعت ايدي هنا يعني علقت معايا. تمام، رجعت. تمام، بس هذه مشكلتها ايه، انه ممكن تعلم معايا حرف الزد وافضل كمان على الزوم، يعني هي لو ان انا مثلا رفعت طلبت ضغط مثلا ورفعت ايدي ممكن تفضل على حرف ايش، هتفضل على كونت الزوم، والشرط ان هي تحول. تمام،